هل سيحصل الحوار؟ ما لازم يحصل حوار. اليوم في دستور، او بنحكي نحتكم للدستور، او ساعة اللي بنكون مزروكين سياسيا بنعمل حوار. راح اقول لك جوهر المشكلة وين. دولة رئيس مجلس النواب هو مؤتمن على تطبيق الدستور وعلى اعطاء المجلس النيابي دوره، وهو بذات الوقت مسؤول عن كتلة، رئيس كتلة سياسية، وبالتالي عنده رأي سياسي باللي عم بيصير بالبلد. رأيه السياسي حقه، ولكن مش تطبيق رأيه السياسي ما بيقدر يصير على حساب الدستور ودور مجلس النواب. دور مجلس النواب أحد أهم أدواره أنه ينتخب رئيس الجمهورية. هو كرئيس مجلس النواب لازم يحافظ على هيدا الدور وعلى هيدي السلطة، مش تتقشط سلطتها، يتقشط مجلس النواب سلطته بانتخاب رئيس الجمهورية لصالح فريق سياسي عم بيفكر بإطار آخر. مشان هيك هالحوارات ما بدي أرجع فوت بتاريخيتها، كل مرة التملص منها كان كتير هين، وفي أكتر من مثل على حوارات صارت مودة لنتيجة بالوقت يلي عدم احترام الدستور وصلنا للي عم نوصل له اليوم. نتفضل كلنا نجي على مجلس النواب بجلسة مع دورات مفتوحة، كمان بدون لعب على الكلام. جلسات متتالية شو بتعني؟ بتعني انه بكل جلسة بيقدر يختمها بس ينفض النصاب ويرجع يفتح جلسة تانية، ما بنكون عملنا شيء. بالوقت يلي الانظمة البرلمانية يلي مثل انظمتنا اعتمدت جلسة مع دورات مفتوحة، وانا اكيد انه جلسة مع دورات مفتوحة بتودي لدينامية سياسية توصل لانتخاب رئيس، هيدا اللي لازم نعمله. هل ممكن تقبله بانتخاب رئيس للجمهورية بدون النصاب 86 اللي هو عرف نوعا ما، أو حتى تفسير معين للدستور لحتى ينحل الموضوع؟ رح أقول لك هيك بشكل كتير بسيط. لما بتكون دورات متتالية بجلسة، جلسة واحدة مع دورات متتالية، ما حدا رح يعود يسترجع يترك مجلس النواب تما يترك الآخرين إمكانية انتخاب رئيس، وبالتالي هيدي الدينامية اللي بتوصلنا لانتخاب رئيس.